مساكم الله بالخير، والله يعطيكم العافية، وياكم أخوكم عمر الرضوان. واليوم تجربتنا على ماكسوس دي 90، وهي جاية من مصنع سايك اللي هو من أكبر المصانع الصينية في العالم. وكيل هذه السيارة في الكويت الخالد أوتو، نوجه لهم تحية. خلوكم معنا نشرح لكم شوي على السيارة وتجربتنا لها. نتكلم أول شيء عن الشغلات الأساسية اللي هي محرك السيارة وناقل الحركة ونظام الدفع في السيارة. السيارة 4 سلندر سعة 2.0 تيربو شارج، والتيربو من شركة جيرت اللي هي مشهورة بصناعة التيربوات، من أقوى الشركات بصناعة التيربوات. المحرك يولد 225 حصان و360 نيوتن من العزم. ناقل الحركة 6 سرعات من شركة زي اف. ونظام الدفع في السيارة إذا ما كانت الفئة العالية دفع خلفي، وبالفئة اللي هي ويانا الحين الفول أوبشن دفع رباعي. والسيارة هذه بودي اون فريم، يعني هيكل على شاصي، قطعتين الهيكل مال السيارة، هذا يعطي متانة وقوة أكثر حق السيارة. السيارة تتميز بكونها سيارة اقتصادية، سعرها منافس، وهي الأكبر بفئتها. حتى الوقود اللي تاخذه 91 أوكتين، فهذا الشيء راح يوفر عليك مصرف البنزين. السيارة 7 مقاعد وعجلاتها 21 إنش بالنسبة حق فئة الفول أوبشن. السيارة ماخذة 5 نجوم في الأمن والسلامة، واللي ساعدها على هالشيء إن السيارة فيها 8 وسائد هوائية، والسيارة فيها أنظمة تساعدك بعد اللي هي نظام كاميرات 360 وكشف الزوايا العمية والسنسر الأمامي والخلفي، ونظام التحكم في السرعة اللي هو الـ ACC، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، وفيها ايضا نظام الرادار. السيارة ممكن تخفف اذا السيارة في الامام خففت، وحتى ممكن انها تتوقف حتى. اما بالنسبة للترفيه بهذه السيارة، السيارة فيها شاشة 12.3، وشاشة العدادات اللي هي شاشة المعلومات 8 انش، والكراسي الامامية فيها مساج، هي كراسي كهربائية طبعا، وثلاث صفوف من المقاعد و12 سماعة. السيارة فيها أبل كار بلاي، وفيها USB و MP3، كل الأشياء هذه اللي أنت تحتاجها بالرحلات أو بالدروب الطويلة. الباب الخلفي كهربائي مع حساس للفتح بالقدم عزكم الله. وهذه السيارة اللي احنا راكبينها كاملة المواصفات. ومن أكثر الشغلات اللي عجبتني فيها الإنارة LED الأمامية بالشوارع اللي الليتات فيها منخفضة، وايد قوي الليت لما تشغل الليت العالي، فهذا يعطيك راحة بالقيادة. بالنسبة لتجربة القيادة ورأيي الشخصي بهذه السيارة، أشوفها سيارة جيدة بالنسبة حق سعرها. محركها معقول مع حجم السيارة. السيارة خفيفة في المشي، بالمشي العادي الطبيعي ما تحس أن السيارة محركها مزعج أو شيء، بس إذا بتدوس فيها سيارة مو سريعة، يعني سيارة كبيرة وأربع سندر، لكن المهم فيها أنها ما تكون ثقيلة في المشي، وهذا اللي أنا ملاحظة فيها أنها خفيفة في المشي بسبب التيربو اللي فيها. ناقل الحركة 6 غيارات، وأشوف أن الـ RPM بالخط مو مرتفع وايد. إذا أنت ماشي 120 الـ RPM بحدود الـ 2100، فطبيعي. بنجرب السيارة شوي في البر، أشوف نظام الدفع الرباعي اللي فيها. بجربها تجربة خفيفة يعني عشان نكون واضحين من البداية، عشان ما تقولوا لي ما جربتها عدل. إحنا بالكويت ما عندنا ذيك يعني الأماكن اللي وايد تكون قوية بالأفرود وكذي، الموجود يعني بجرب اللي موجود بالعربي، فنجربها وننقل لكم التجربة. السيارة نظام الفورويل فيها ما في اللو والهاي وهالأمور هذه، فيها نظام مكتوب عليه الرمال، الطين، الثلج، الصخر، وفيها ديفلوك خلفي، تقدر تقفل الديفرنشل الخلفي. فأنا قفلت الديفرنشل الخلفي وحطيتها بوضع الرمال، وبنشوف أدائها مع بعض. ارتفاع السيارة أنا ملاحظة أنه ممتاز، بعد ما واجهت فيه مشاكل، حتى زوايا الدخول والخروج من المرتفعات ممتازة. السيارة بالبر مو خشنة وايد أحسها، يعني ناعمة مع أن عجلاتها 21 إنش. اللي يفضل يروح البر
افضل انه ياخذ نسخه اللي عجلاتها تكون اصغر. اخر شيء عندنا الحين هو تجربه المقاعد السياره كلها في الامام. انا اشوف ان المكان مريح جدا، ما في اي تعليق على الراحه في الامام. الكراسي مريحه، الرؤيه واضحه، الانظمه تساعدك على ان تكون السياره مريحه، نظام المساج وايد عجبني، المساحات معقوله، مساحات التخزين بهذه السياره. بننتقل للخلف ونشوف الراحه في الخلف. بالنسبه للمساحه في الخلف، انا هذه قعدتي في الامام، ما غيرت ولا شيء من وضعيتي. المساحه وايد كبيره، مساحه الراس ممتازه، مساحه الريل ممتازه، عرض السياره وايد ممتاز، التكييف فوق سنترال، والتحكم موجود عندك في الخلف. اهم هني ما عندي اي تعليق على الراحه في الصف هذا. نشوف الصف الاخير، هو اللي دائما عليه الكلام، اذا يعني مريح ولا بس للاطفال. بالنسبه للصف الثالث، اذا انت مو مجدم الكراسي هذه تقدر تجدمها، بس انا يعني مخليها مثل ما هي على اخر شيء. لا ريلي حايشه وراسي شوي حايش، مع ان انا يعني مو طويل، طولي وسط يعني 175. تقدر تقعد هنا بس مو لمسافات طويله، يعني ما تقدر تقعد بدرب سفر بالمقعد هذا. ممكن اذا جدمت هذا الكرسي، والحين بجرب، بس انا بوريكم بكل الوضعيات. للاطفال راح يكون جدا ممتاز، اما للركاب الكبار او اطول مني، شخص اطول مني راح يتضايق شوي في الخلف. الحين جدمت الكشن اللي قدامي، وهم في مسافه حق الراكب اللي قدام، ما راح يتضايق. يعني السياره مثل ما قلت لكم فيها طول ووسيعه، فبهالحاله لا، المسافه صارت وايد مريحه. لو شوي بس تنزل نفسك من تحت راح تكون المساحه فوق ممتازه. يعني اذا كانوا ناس شوي طوال ممكن ان يقعدون في الخلف اذا جدم هذا الكشن. بشكل عام دائما الناس بالكشن الخلفي الاخير يحطون، يعني يخلون الاطفال يقعدون فيه. اذا صار العدد زايد ممكن يقعد شخص يعني مو لمده وايد طويله. يعني بالنسبه لسعر السياره، السياره سعرها يبلش من 6666 الى 8999، اللي هي هذه الفئه اللي عندنا الحين. كفالة السيارة 12 سنة أو 600,000 كيلومتر. الكفالة يعني مو بس شاملة غير ماكينة، شاملة الدينامو، السلف، الستيرينج بوكس اللي هو مجمع السكان، كهرباء السيارة، جامات السيارة، الفتحة، الاي بي اس، نظام التبريد، وايد أشياء مشمولة بهال 12 سنة، مو بس بالسنين الأولى. فهذا بالنسبة للكفالة. واعتقد ان احنا كذي نكون غطينا السياره بالكامل، وسامحونا اذا قصرنا بشرح اي نقطه بالسياره، ونشوفكم ان شاء الله بفيديو ثاني.